جايبنا في النمير قصيدة بعنوان احرص على العلم في طلب العلم بحروف المكمل وموجودة في ديواني. عندي ديوان مجمع فيه قصائد مجمع فيه رحلات إلى الحج رحلات إلى العمرة وفي قصيدة مسمينها النفحات الوهبية في التوسل بالسور القرآنية. زين هذه حالي هي عندي قصيدة كذا يعني من فاتحة إلى آخر القرآن إلى الناس مطلعها إذا نقرأ لكم جزء منها. مطلعها يقول فاتحة الحمد بها رب السماء أدعوه كشف الضر عنا والبلاء. مسمينا النفحات الوهبية في التوسل بالسور القرآنية. يقول فاتحة الحمد بها رب السماء أدعوه كشف الضر عنا والبلاء. ثم بزهراويه ما أدعوك يا من وسع الأكوان نورا وهدى. الزهراوين البقرة وآل عمران. ثم بزهراويه ما أدعوك يا من وسع الأكوان نورا وهدى. وبالنساء يا خالق الخلق استجب دعاء مضطر ونعم المرتجى. مائدة يا من دعاه عبده مائدة يا من دعاه عبده عيسى بإنزال لها يا ذا العلا. أنعم على عبد دعاك راقيا بسورة الأنعام فوزا ورضا. بسورة الأعراف جنبنا الرداء بها أجرنا من سوابق الشقاء. يا ربي بالأنفال أيد حزب من دعا إليك مخلصا فيما دعا وامن بتوبة لنا مقبولة تبلغ الزلفى وحسن المنتهى. يا من دعاه يونس في ظلمة البحر ببطن الحوت يا مولى الورى. مولاي نجنا كما نجيته من كربه بحق هود المصطفى. بيوسف الصديق في حيائه وعفة رب السماء له حبا. لما دعته نحوه الغادة قد أعرض مسرعا وعف وانثنى. قال معاذ الله ربي إنه أكرم مثواي وخاف ورجا. صلى عليه الله ما برق أضاء أو حن رعد الودق بالمزن هما. وبالخليل رعد الودق هو إشارة إلى سورة الرعد وبالخليل عبدك الطيب إبراهيم نعم العبد نعم المنتمى. من قد جعلته أبا للمسلمين واصطفيته خليلا مرتضى. يا ربي بالحجر اقصم الأعداء ومن أراد سوءا وأذقهما جنى. مولاي من أوحى إلى النحل بأن من الجبال اتخذي بيتا يرى. سبحان من أسرى بعبده إلى مسجد قدس وأحله الرضا. بكهف فتية إلى الله التقوا ورفضوا الدنيا وما في بالدنى. بمريم البتول من طهرها رب السماء من درن ومن غدا. وخصها مبشرا بعبده عيسى المسيح آية له برى. ربي بطه سيد الرسل الذي أكرمته فهو ختام الأنبياء. وهكذا يعني هذه إلى آخرها إلى آخر مرتبة كيك عشر القرآن. هذه مع 131 بيت. هذه كلها من الحمد من فاتحة من فتحة الكتاب للناس. يعني أنا أقرأها تامة يعني طويلة يكون الوقت. القصيدة المهملة شيخ. القصيدة المهملة موجودة في الديوان. لكن ما إني أحفظها بالضبط أحفظ بعض منها لكن موجودة في الديوان وموجودة في شقة هذا في الكتاب أبو عبد الله أبو محمد بن عبد الله السيبي من نمير. موجودة في الجزء الثالث صفحة 334. احرص على العلم دوما آمل السدد وراعي أمر الإله الأول الصمد. العلم حامله حر مكارمه مطالع الحمد محمود مدى الأمد. كلها بحروف المهمل ما فيها حرف منقوط. يعني قصيدة مع 30 بيت حروف المهمل كلها هي ما فيها حرف منقوط. لكن ترى ما أقول لك ما ينفك ذلك الحمد يا شيخ تقارن باللامية لامية تفعال موجود يا شيخ حتى أحمد بيأخذ دعالنا لامية الأفعال موجودة ترى مسجلينها أنا بنفسي لامية الأفعال لكنه أنت عاصم لكنه مسجلينها بصوتي لامية الأفعال والقطرة الغيثية والوسيلة الإلهية والشيخ خلفها من البيت في شريط واحد سنين.
الحمد لله لا أبغي به بدلا حمدا يبلغ من رضوانه الأمل. ثم الصلاة على خير الورى وعلى ساداتنا آله مع صحبه الفضلا. وبعد فالفعل من يحكم تصرفه يحج من اللغة الأبواب والسبل. فهاك نظما محيطا بالمهم وقد يحوي التفاصيل من يستحضر الجملة. بفعل للفعل ذو التجريد أو فعل يأتي ومكسور عين أو على فعل. فالضم من فعل الزم في المضارع وافتح موضع الكسر في المبني من فعل. وجهان فيه من احسب مع وغرت وحرت عن بئست يئست وريت بسهيلة. وأفرد الكسر فيما من ورث وولي ورم ورعت ومخت مع وثقت حلا وفقت مع وري المخ حوها وأدم كسرا لعين مضارع يلي فعلا ذا الواو فاء أو اليا عينا أو كأتا كذا المضاعف لازما كحن طلا. وضم عين معداه ويندر ذا كسر كما لازم ذا ضم احتملا. هذه في تصاريف الأفعال في المجرد وفي المزيد وفي اللازم وفي المتعدي وفي ما يفتح مضارعه وما يكسر مضارعه وهكذا. هذه مع ميور باتار دي عن بن مالك هذه عن صاحب الألفية. تفضل جيبوا قهوة. يوقفوا في النحو الأولاد هذي يجيب سلم يعني يدرسوا في النحو سيد عيسى الشيخ زي بن عيسى الروماني نعم زين يدرسهم سيد عيسى زين سيد عيسى ما شاء الله هو كان عنده وعنده أشعار غريبة شعر معلق على مقرب النمير هذه القصيدة هم سوينا في تقريب النمير قصيدة يعني ذاك وش يعني القصيدة في تقريب النمير لكنها أنا قوم قد تحلت بالدرر أم شموس قد تقلت بالغرر أم شموس أشرقت راد الضحك يعني قصيدة قد أرمى 20 بيت موجودة هنا موجودة في ديواننا هنا الديوان موجود. نعم الديوان مطبوع. نعم ديوان مطبوع. ديوان ها ما مطبوع لكن مصورين انه بكمبيوتر وعدة نسخ عاد مع الاخوان حد منهم عندهم يعني بعض اللي يدرسوا معنا عندهم عاصم هذا عنده سالم الغطريف عنده وهذا جماعة يعني عندهم لكن ما طبعناه بعد غير انه جامعين ومرتبينه يعني قبل اسئلة واقوي بس تراني انا لما كنت اول نتعلم في الجامع كنا نسأل أشياخ نسأل أشياخنا سوينا أسئلة الشيخ إبراهيم بن أحمد الكندي عمك زين وجاوبنا وسوينا أسئلة حال الشيخ منصور الفارسي وسوينا جواب حالي وسوينا أسئلة الشرياني تعرف أظن الشرياني واحد البابدو والأكثر الشرياني لأنه الشرياني متفرغ النظر والشيخ إبراهيم شيء عني سؤالات حاله والشيخ منصور بن ناصر الفارسي عني سؤال حاله قدر يجي مع 20 مسألة تحتوي على 20 مسألة في مسائل فقهية الشيخ إبراهيم محمد الشرياني كذا يعني وقملة الأسئلة والأجوبة قدر مع 24 سؤال و 24 جواب قبل يعني سوينا الأسئلة وخلاف سوينا يعني هذه القصيدة من رحلة من النفحات الوهبية وقصيدة رحلة إلى الحج قصيدة رحلة إلى الحج مع 146 بيت هي وقصيدة رحلة إلى العمرة مع 200 بيت هذيك قبل رحلة العمرة رحلة العمرة تقدمت عن رحلة الحج فلذلك قصيدة أطول هي لأن مرينا على الأماكن وهذا أول مرة فقلت القصيدة أوسع في العمرة قصيدة العمرة سميناها المنظومة الدرة في الرحلة إلى العمرة قلت مع 200 بيت وهي قصيدة الحج مع 146 بيت قصيدة النفحات الوهبية 131 بيت وشيء قصائد أيضا رحلات شيء رحلة إلى وادي ابن خالد وشيء رحلة إلى وادي المعيدين في البركة وشيء رحلات أيضا فرقة تراك ذاك يعني جيبوا قهوة